احنا بيتشرف مركز جراحات الانف والاذن والحنجره الاي ان تي كلينيك عياده السمعيات بتوفير كافه الخدمات للاكتشاف والتشخيص لمعظم امراض السمع اللي هي بتنحصر في السمع والطنين الاذن وامراض الدوار. من الخدمات المبتكره الموجوده في المركز اللي بيتشرف ان هو يقدمها لعملائه الكشف المبكر لضعف السمع عند الاطفال حديثي الولاده. الحقيقه ده بقى من المشاكل الموجوده دلوقتي بصفه كبيره جدا، اللي هو ضعف السمع اللي بيظهر عند الطفل، يمكن ايه نتيجه للوعي الزائد للاهالي. الحمد لله بدانا نلاحظ ان الاهالي بيجوا عند سن مبكر لاطفالهم بيشتكوا ان في الابن مش بيسمع، الابن في تاخر في اللغه، وبالتالي بدانا نقدم خدمه التشخيص المبكر منذ الولاده، يعني منذ اليوم الاول. احنا مجهزين باجهزه بنقدر نعرف بيها الطفل بيسمع ولا ما بيسمعش. احنا عارفين طبعا حاسه السمع بتتكون في الشهر الخامس بعد الولاده او في رحم الام، فبالتالي عند الولاده بسهوله جدا بنقدر نعرف الطفل بيسمع ولا لا. واهميه الكشف المبكر ان هو بيساعدنا في التشخيص الضعف السمع المبكر وبالتالي العلاج المبكر. كل ما بنكتشف مبكرا ونعالج مبكرا كل ما الاوتكم او النتيجه بتكون الحمد لله كويسه، والاطفال بيبداوا يدخلوا السن الطبيعي للدراسه واللغه بتتكون بصوره جيده. بس برضو مش معنى ان الطفل يجي نعمله الكشف المبكر ونلاقي ان الاستجابة سلبية يعني الطفل عنده ضعف في السمع، لا، ده ممكن يكون في عندي بعض الافرازات في الاذن، ممكن يكون بعض البقايا نتيجة للولادة، فده بنديله فرصة لاسبوعين او لشهر ويتم اعادة الاختبار مرة اخرى، ثم التأكد بالتشخيص عند عمر 3 شهور وماكسيمالي التدخل والعلاج قبل 6 شهور ان شاء الله.